صبر على نار المودة والممنون. اي والله ابكي، والله ابكي واكثر الناس تبكي. الله. وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية. ابوك الجو البطل ياسر، انت حموش، ابيكم تساعدوني، نبي نذبح الخروف ونطبخه. ابشر. كفو. اوكي. لا تكفى، لا تذبحوه، خافوا ربكم، خلوا في قلبكم رحمة، هذا خروف مسكين، وش ذنبه؟ شفته؟ ايش قلت له؟ عامر، حرام عليك انت وياه، حرام عليكم، طلع خروف ومسكين، هذا ما له ذنب يا عيال، خلاص، خلاص يا شكش، ما راح نذبحه، تخيل حط نفسك في مكانه. خلاص انت ايه ترى نمزح. استهبل. قم 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 قم، رح رح جيبها رح. ايه ترى بشتكيك الحقوق الحيوان. استانس بالسيارة الجديدة. يا عيال الخروف ما لقيته. ايه تستهبل، وش اللي ما لقيته؟ تعال شف. من جدك انت؟ وين حاطه انت؟ وين حاطه؟ رابطه في ذي الخشبه. متاكد؟ اقول لك متاكد، وشاهدت عليه، شاهدت عليه مره. وين راح الخروف ذا؟ ادري شكله انصرك. اما انصرك تستهبل انت؟ شلون تعشى؟ ادري. امشي امشي، خل ندور عليه، امشي امشي. كمخه انت، كمخه. راحت سيارتي، راحت دراهمي يا حضره الضابط. استهدي بالله، البلاغ وصل، حنا عممنا على السياره بمواصفاتها. وإن شاء الله، إن شاء الله بأقرب وقت راح نلقاها. إن شاء الله تبي تلقونها ويكون مركبة. الله يبارك فيك يا عم، وتقدرون تفضلون الآن. يا رجال تعال، والله لو الدورة من اليوم لبكرة ما راح تحصله. عش الدجاج ولا أقول نواشف، أنتم ما أترك ذا. ورا ما تسكت انت يا وجه النكبه، تبيني خليك ترجع رجل الحين للبيت؟ عمرو شوف ذولك، اسالهم يمكن شاف الخروف. يلا مشينا لما يلا. عمرو شوف راس الخروف وينه. اوف اوف اوف، الا هذا راس خروفنا يا عيال. شوف سارقين الطلي حقنا وقاعدين ياكلوه مستمتعين. خروف يا حبيبي، الله اني حبه. ايه خلاص اسكت انت، عشت الجو. هذا وش عنده اعمانه بالنور يا ولد؟ اي أيوة والله اعمانه، خليني بروح لهم، خليني بروح لهم. لا لا بيجيك، بينزل بينزل بينزل. سلامات انت وياه، سارقين خروفنا ليش؟ فوضى هي فوضى؟ والله لا سرقنا لك خروف ولا شيء. يا اخوي جاني غلي مني واشتريناها منه. تستهبل انت؟ ليه؟ اعرفك انا مستهبل عليك. اخذيني بدراهمنا يا ولد. اقلط اقلط الله يحييك، انت حال فال، انت واخوياك اللي معك خلهم ينزلوا. بالعافيه. الله يعافيك. جعله مر. ادري شو بلا. ازل ازل ازل. ادركم خلهم يروحوا. يقولون شارينا من رجال، راح علينا الخروف يا عيال. نواشف. نواشف يا النكبه. ياسر شو الأورقة ذي؟ تكفى شغلتني بالخط. ابشر يا الوكالة. ايه يعني اني وكالة؟ ترى بطلوها اللي حطونها في القزاز. يا الله ما تلاحظ اني كبثرتنا؟ تبي تعاقل ولا نزلك الحين تمشي كعابي؟ يا فقي هذه مو حركة الوكالة، ما الوكالة هذه واحد عازم الناس على لحم وضرب بالخمس بعدين يقول له نواشف نواشف. يا شكش يا شكش، مو مكتوب اننا ناكل الخروف، خلاص اعوضكم اياها برحله قادمه يا عيال. كفو والله كفو يا عامر. خلاص رحله رحله، بس غير الموتر ذا يا اخي، نحس علينا. النحس وجهك، تبي تعقل ولا لا انت والكيكه اللي حاطه فوق راسك؟ شغل لنا شيء شيء. ابشر.
ها يا عيال وش تبون؟ وعلى حسابي بعد. كفو والله، انا بنزل معك ابشوف وش اختار. جيب اي حاجه، جيب اي حاجه بس تتاكي للويب. انا اجيب 3 فطيره جبن و3 عصير وسكريم فانيلا. ام سكريم فانيلا، ابشر ابشر. اهم شيء يا عيال اقعدوا بالسياره لا تنزلون. اوف اوف اوف، وش ذا؟ من اللي لاعب بالسياره مخشه كذا؟ الله 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 الله، وش شغل بزارين؟ حسبي الله عليه. الحين وش اقول للوالد؟ ما عليه ما عليه عامر، هونها هونها. اعرف لك ورشه في الرياض، عرف تصلح لك وترجع لك اياها وكاله. اكيد عفا عليك، عندي. يلا يلا مشينا. اوه لا، يروح يجيب لي دحين بطاطس ابو الشطه واخر منزل. انا شكلي بنزل معك. باقي لا تنزل من السيارة. أنا بنازل، أنا طلبت كل اللي أبغاه، أنت واللمبة اللي فوق راسي. أنزل. يلا هيا هيا أنزل.